الموسيقى هي أقرب شيء بعد الصمت، يمكن التعبير بها عما لا يمكن وصفه. على خشبة دار الأسد في اللاذقية أقام معهد مينور الموسيقي الحفل السنوي الأول. حقيقة حفل لمعهد موسيقي، وهو الحفل الأول لمعهد مينور الموسيقي، هو يشكل خطوة أولى نحو الإبداع الحقيقي، ونحن كمؤسسة ثقافية نفخر بأننا ندعم كل هذه التوجهات وهذه الخطوات التي هي في الحقيقة تساعد على بناء الإنسان بناء سليما، بناء فكريا ونفسيا وعقليا. نحن أطفالنا منعلمون لغة الفن، لغة الثقافة، لغة العلم، فهي هي الرسالة اللي نحن حبينا نوجهها للصهاينة المتآمرين على بدن الحبيب سوريا. شو أهمية الموسيقى بحياة الطفل هلا؟ الموسيقى هي غذاء الروح، هي بتبني العقل، تخلي الطفل عنده طموح، عنده حلم، عنده طريقة تفكير مختلفة بشكل أجمل وأرقى، بتغير بطريقة تعامله مع مجمل الناس. الموسيقى بحياتك؟ بتعلم وبتذكر الواحد، وكمان المتعة كتير حلوة. الموسيقى هي بتعطي الروح والطاقة وكل شيء، يعني أنا بحب الموسيقى كتير. الموسيقى هي اللغة اللي بيحكوا فيها كل البشر، شيء كتير مهم وحلو. كتير حلو، بحب الموسيقى وبالنسبة لي كتير إنه حلوة.